السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ، نلتقي وإياكم من خلال مركز تنمية الإبداع الدولي في العراق، ومعكم معلمة العلوم آمنة حميد. ولدينا اليوم علوم الصف الأول الفصل الخامس أنواع البيئة الطبيعية. الدرس الأول البيئة اليابسة، أما الدرس الثاني البيئة المائية. ما البيئة الطبيعية وما أنواعها؟ راح نتعرف على إجابات هذه الأسئلة في الصفحات القادمة. الدرس الأول البيئة اليابسة. سأتعلم في هذا الدرس أن البيئة تضم كائنات حية وأشياء غير حية. البيئة اليابسة متنوعة. اليابسة بيئة طبيعية، ما مكوناتها؟ سنكتشف معا. ماذا يوجد يا ترى في البيئة اليابسة؟ راح نحتاج تجربتنا أو استكشافنا مجرفة صغيرة، عدسة يدوية مكبرة، قفازات. ذول التلاميذ راح يقومون بجولة استكشافية بالحديقة، راح يلبسون قفازات ويأخذون المجرفة وأيضا يأخذون العدسة المكبرة ويحفرون شوية بتربة الحديقة. شنو راح يشوفون؟ راح يشوفون أشياء غير حية وكائنات حية. كائنات حية مثل حشرات، ديدان، نباتات إلى آخره. أما الأشياء غير الحية مثلا حجر، مثل تربة، بعد شنو مثلا عندنا هاي الأشياء، مثلا هذه الأوراق الميتة المتساقطة على الأرض، هاي شنو؟ هاي أشياء غير حية، أشياء غير حية. إذا ما هي البيئة اليابسة؟ طبعا اليابسة متنوعة، تضم كائنات حية وأشياء غير حية. نعيش احنا على اليابسة، يعني كل مكان على سطح الأرض تعيش بيه كائنات حية، يعني تجد فيه احتياجاتها. مع وجود أشياء غير حية، هذا كل هذا شنو يسمى؟ يسمى بيئة. شنو يسمى هذا؟ يسمى بيئة. هسه احنا وين عايشين؟ عايشين على البيئة اليابسة. مثلا احنا هسه في الماء؟ لا، على اليابسة. إذا هسه احنا المكان اللي عايشين بيه عايشين على البيئة اليابسة. أريد تعرف شنو هي البيئة اليابسة؟ البيئة اليابسة هي مكان جاف. يعني هسه انت المكان الموجود بيه موجود بيه مي؟ لا، هي مكان جاف يعيش عليه كائنات حية، احنا نعيش عليه الحيوانات النباتات. واضح؟ هي مكان جاف يعيش عليه كائنات حية. ماذا تجد؟ تجد فيها احتياجاتها وتوجد أشياء غير حية. هذا تعريف البيئة اليابسة. لازم تعرف إنه البيئة اليابسة هي مكان جاف. مكان جاف ماذا تعيش عليه؟ يعيش عليه كائنات حية تجد فيها احتياجاتها. طبعا عندنا أنواع من البيئات اليابسة، مثلا عندنا البيئة الصحراوية، بيئة الغابات، بيئة طبيعية، عندنا بيئة المزرعة، وعندنا الحديقة. راح نعرف شنو البيئة الطبيعية وشنو نعرف البيئة المشيدة. مثل ما دائما نقول انه البيئة الطبيعية مثل الجبال، هذه الجبال، هذه الشلالات، هذه كل هذه هي البيئة الطبيعية. هذه هي البيئة الطبيعية، مثل الغابة، مثل الصحراء، مثل الجبال، كل هذه هي بيئة طبيعية. هذه هي البيئة الطبيعية. الإنسان تدخل ببنائها؟ لا، الإنسان لم يتدخل في بنائها. البيئة الطبيعية رب العالمين وجدها للإنسان. يا هي اللي تدخل الإنسان بيها البيئة المشيدة، مثل المدرسة، مثل الحديقة. بعد عندنا مثلا هذه الصور، مثلا هسه نلاحظ مثل المدن، مثل هذه البيوت، هاي شنو؟ هاي بيئة مشيدة، الإنسان تدخل في بنائها. الإنسان تدخل في بنائها. هذه هي البيئة المشيدة. هذه هي البيئة المشيدة. أشكال شتى، عدة بيئات مختلفة، غابات
تمثل بيئة مشيدة، طبعا هذا صورة بيت وحديقة، إذا هو هاي تمثل بيئة مشيدة، هذه تمثل بيئة مشيدة، يعني الإنسان تدخل في بنائها. أما هذه الصور فهي بيئة طبيعية. ما أنواع بيئات اليابسة الطبيعية؟ شنو أنواع بيئات اليابسة الطبيعية عندنا؟ بيئات اليابسة الطبيعية عندنا الصحراء، الغابة، الصحراء والغابة، جبال، هذه كلها بيئة طبيعية. ما الفرق بين البيئة ما البيئة اليابسة؟ البيئة اليابسة إن هي مكان جاف يعيش عليه كائنات حية تجد فيها احتياجاتها، تشمل مكونات غير حية، هاي تشمل مكونات غير حية البيئة اليابسة، وطبعا كائنات حية. ما الفرق بين البيئة الطبيعية وبيئة مشيدة؟ شنو الفرق بيها؟ إنه البيئة الطبيعية إن الإنسان لم يتدخل في إنشائها، لم يتدخل في بنائها، بينما البيئة المشيدة لا، الإنسان تدخل في إنشائها. واضح؟ ما أنواع بيئة اليابسة الطبيعية في العراق؟ عندنا طبعا بيئة الصحراء، أكو صحاري بالعراق، أكو بيئة الجبال في الشمال، أكو بيئة المراعي الطبيعية. واضح؟ هاي كلها أنواع البيئات الطبيعية اليابسة في العراق، بيئة الصحراء، بيئة الجبال، وبيئة المراعي الطبيعية. أرسم بيئة يابسة طبيعية وأعرض الرسم على زملائي، وأعرض الرسم على زملائي. يا حبذا من الأطفال الصغار رسم بيئة طبيعية، أي بيئة يفضلون، قد تكون مرعى أو صحراء أو جبل، وهذا كنشاط صفي يقوم به التلاميذ. إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء في الدرس القادم.